احتفل العديد من نجوم الفن هذا العام بدخولهم القفص الذهبي، منهم من أقام حفلات زفاف ضخمة كانت حديث الجمهور، ومنهم من اكتفى بحفل بسيط بعيدا عن أعين الإعلام ووسائل التواصل. هنا نجوم ودعوا العزوبية في 2023. النجم حسين الجسمي فاجأ الجمهور بالخبر السعيد في فبراير بداية هذا العام، وشارك متابعيه عبر مواقع التواصل بعض الصور التي جمعته بأهله وأصدقائه أثناء الاحتفال بعقد القران. في النصف الأول من العام أيضاً احتفل الفنان عاصي الحلاني بزفاف ابنته الفنانة ماريتا على كميل أبي خليل في مزرعة والدها ببلدة الحلانية بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام في لبنان. كما احتفلت الفنانة غدير السبتي بزواجها للمرة الثالثة، إذ أعلنت زواجها من حب طفولتها. الفنان تامر عاشور احتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور في أكتوبر الماضي، واقتصر الحفل على الأصدقاء والمقربين وعدد من الفنانين والإعلاميين. كما احتفلت مقدمة البرامج السعودية دانيا شافعي بزواجها، وحرصت على عدم الكشف عن هوية زوجها موضحة أنه لا يحب الظهور الإعلامي، وشاركت متابعيها صورها من حفل الزفاف. الفنانة جوري بكر من النجوم الذين تزوجوا في 2023، إذ احتفلت بعقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني. الفنانة السعودية العنود سعود دخلت القفص الذهبي بزواجها من المنتج المصري أحمد علي. كما احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية عمر عطية بحضور مجموعة من الفنانين. وودع العزوبية أيضاً الفنان طه الدسوقي بزواجه من الستايلست نادين كيتشيجيان بحضور عدد كبير من النجوم. وأخيراً وفي منتصف ديسمبر الجاري احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب بحضور عدد من الأقارب والنجوم.